أصحابي تعالوا نعمل تجربة عن الفيروسات والجراثيم. نجيب طبق ونحط فيه حبة مية وبعدين نحط فيها حبة فلفل اسود كأنه الجراثيم. بعد كده هنحط صابعنا في الفلفل الاسود كأنه الجراثيم. ايه ده؟ صباعي اتملى جراثيم. ازاي الجراثيم دي تهرب من صباعي؟ تعالوا نحوش الجراثيم. احط صباعي في الصابون. شفتوا الجراثيم خافت ازاي وهربت منه؟ عشان كده انا نوصل الاذن بالميه والصابون على طول.